بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخوتي وجميع المشاركين تاعنا، مرحبا بكم على قناه وارسات. القناه اخوتي تاعكم معروفه بمراقبه حد الاجهزه وتطويرها ومراقبه اخبار عالم الصوت. اخوتي مرحبا بكم متابعين تاعنا الجدد، مرحبا بكم مشاركين تاعنا الاوفياء، ربي يبارك فيكم على دعمكم وعلى تتبعكم لنا. مشاركين المتابعين تاعنا الجدد، ما تنساوش تابونيو معنا وتشاركون كل جديد ان شاء الله. توجور معكم هو وارسات، كما شفتم في العنوان تاعنا اللي هو إبتوسات 2 جيان RS8 CX200 HD بلاتينيوم RS4 كامل. خوتي ضافوا لهم اليوم تحديث 243 بتاريخ اليوم 19/2/2019 بترددات 3 ترددات في عرب سات. رايح الان نديروا التحديث معكم مباشره، نديروا ملف في القنوات وما نوريكم كيفاش ديفو مانيوال هاد الترددات 3 باذن الله في الجهاز تاعكم. المثال اللي راهو عندي الان CX HD بلاتينيوم على بركه الله، انا نفوت له 241 ولا ليس 241، من بعد عاد نفوت له 243 لانه ما راينيش خادم 243، ولكن نتوما راح تبوا اسفل الفيديو باذن الله تبوا الروابط كاع اللي تحتاجوها اخوتي لي ليست كاع بلي فيرسيون راهي عندي اسفل الفيديو باذن الله. بويس كرانا بريباريو الفيديو دروك كيما راكم تشوفوا اخوتي، كيكون يدير تحديث الفو با توشي ما تخربوا ني في كوموند ني في جهاز ني حتى اي حاجه، حتى يرو ديماري وحده يدير لي زيتاب تاع الميزاجور ايكرازي ويدير الكتابه تاع التحديث ويرو ديماري. هذا هو، نشوفوا التقنيه راح نجربوها معكم على المباشر باذن الله. انا ديجا لونسيت في الجروب تاعنا هواري صات في الفيسبوك خوتي، لونسيتها لونسيت تحديثات كامل للروابط. اللي يبغي يلتحق بنا خوتي رابط تاع الجروب راهو اسفل الفيديو. التحديث خوتي اللي قلت لكم هذا 243 بخاصيه الابتوسات لقنوات المراعي في عرب سات، رايح نجربوه معكم على المباشر الان. نفوتو ملف القنوات 241 انا باش ما نفوتش على ليست، هاي الديسكريبسيون تاعها هنا 241 بال 241 مرفوعه ديجا راني كاتبها. هاي سكسيسفول فاتت، الان رايح نفوتو نفوتو رابط، نفوتو تحديث 243 هذا الجهاز هذا جور اكسبونسيون. فوالا في الديسكريبسيون هنا راكم تشوفوا خوتي 243 جيون سي اكس 200 ميني اتش دي بلاتينيوم بتاريخ هنا دايرين 18 ولكن صدر غير اليوم. ديروا اوكي باش يدخل، نجيو فوقه ونستناو حتى يدير لي دو ايطاب تاعو في الجهاز هذا. ما تنساوش خوتي توجور كيما نقول لكم ونعاودها عاودتها دو فوا، ما يلفو با توشي حتى يرو ديماري وحده باذن الله. فوالا راح يطفى يولي يشتغل باذن الله، راهو اشتغل. نبلاصي له السينيال تاع بودرسات، نشوفو معاكم السينيال، نضيفو هذوك الترددات في 3 اللي هما رايح نقولكم هما باهنين واضحين، 11547، 11585، و 11623، هادو كاع فيرتيكال وكاع 27500. وهذا السينيال راهو عندي في الجهاز، راح نتاكدوا نديروا هنايا كيما راكم تشوفوا. ولكن قبل ما نشوفوا القنوات واضافتهم نمشيو ناكتيفيو الواي فاي في هذا الجهاز. كونفيغوراس اكسبونسيون، كونفيغوراسيون دو ريزو، ريغلاسيون فيل، شاش اكسس بوينتر. فوالا الريزو تاعنا ونديروا اوكي بلو بوطون روج. كي تشوفوا هاد السام خوتي يعني راهو كونيكتي، نتاكدوا بالايب سيتوياسيون. نتاكدوا كما قلنا فوالا الارقام هاي الادريس اي بي. الان ابليكاسيون دو ريزو نمشيو
نمشي قبل نضيفوا القنوات بالترددات اللي قلت لكم جديده اللي راهي 11547، نحوسوا عليها 11547 11547 11547 547 هذه هي. هلا نجيو هنايا كومونسي لا ريشيرش نديرو ترونسبوندر، والله القنوات طلعت لنا تاع كاين 11585 هذه هي فيرتيكال حتى هي، نديرو ترونسبوندر هذا ونزيدو ندخلو اوكي ونمشيو ل 11623 ونديرو ساتيليت ترونسبوندر هذا نورمالمون. فوالا هما طلعو لنا، رايح الان نجربوهم بدون ما نفعلو الابولو تاع هاد الجهاز هذا. اوكي كيما راكو تشوفو كانال برويي رايح نجربوهم، نعاود ولا شيء يعني خوتي الفون نسيو نفعلو الابولو لي شهر يعطيونا فيه شهر اكسبونسيون ابليكاسيون دو ريزو ابولو. فوالا اكزيت ندير وي ونشوفو مع بعض الخاصية تاع هاد الاتصالات في هاد الجهاز هذا مع بعض. هنا راكو تشوفو خوتي 20 مارس 2018 رايح نصغر الشاشة ونمشيو للقنوات اللي ضفناهم ونشوفو على الله على بركة الله معاكم ونشوفو هاد الخاصية وهاد التحديثات اسكو راهي شغالة ولا مازال ولا كاش حاجه اخوتي. ميم رايح نبدل لاكولور تاع الشاشه باش ما نوقعش في مشاكل تاع الحظر وكامل هذا هو اخوتي. انا راني داير اكس بري لاكولور ولكن رايح نحجب لي كولور تما باش ما نوقعش في المشاكل. ابتوسات خوتي ابتوسات راهي شغاله في الار سويت ولكن شويه فريمون ثقيله كما شفتوها معنا. رايح نوليو القناة اللي كانت من قبل بقناة هذه هذا نستناوها حتى تجي كان شغال اخوتي ولكن بتقطع لانه تتمشى كسيستم ايب ولكن بالساتيليت. فوالا راهي مارش الان. هذا هو الفيديو اخوتي تاع نهار اليوم خاصية وتقنية الايبتوسات في جهاز المامو في جهاز مامو بلس في جهاز CX200 HD بلاتينيوم في CX200 CX RS8 HD بلس RS8 HD TT اللي مازال ما خرجوش تحديث اون تو لي كاس سيغ راح يخرج بعد مدة على نورمالمو زيدو حتى ال RS4. هذا هو الفيديو تاعنا لنهار اليوم خوتي تسمى قضية تاع فيتاس تاع كونيكسيون تسمى اللي عنده كونيكسيون شوية مليحة راح يستمتع وراح يشتغل عنده بدون اي مشكل. ما عليا خوتي غير نقول لكم بقية النهار سعيد ليلة سعيدة باذن الله. خوتي ما تنساوش ابونيو معنا باش يكون كل جديد باذن الله. المهم الروابط تاع التحديثات روابط ملف القنوات راهي اسفل الفيديو. السلام عليكم الى فيديو لها كيما راكم تشوفوا راهي تشتغل ولكن بتقطع راهي ثقيلة. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة. Thank you. Thank you.